يستعد محمد ومبارك للسفر إلى البقاع المقدسة، الأول بخبرة مواسم سابقة والثاني بفرحة أول عمل له بموسم الحج، فمعرفتهما بمجال الصحة ستكرس لخدمة الحجاج الميامين. عيثوني في وزارة الصحة، درت الملف، درنا اجتماع واحد ثلاث مرات في وزارة الصحة، واليوم راح نروحوا. المهمة نتاعنا احنا إنقاذ المريض، زيارة الإسعاف، كيما نخدم في روبي، صار نخدم في الإسعاف السعودية. أن كل عضو من أعضاء البعثة أن يكون سفير البلد، يعطي وجه حسن للبلد، ويأخذ المريض راه غادي يخدم، والأجر تاعو راه يعني ثواب عند ربي سبحانه عز وجل، دنيا ودين. حسب ما شفت أنا خبرة، كل حالة تشوفيها، كل أنواع الأمراض وكأنك في الجزائر، إلا أنه حاليا الطقس يعني سنة خاصة الطقس يعني درجة حرارة مرتفعة، أنا في أوت يعني درجة مرتفعة. وفي هذا الموسم يتم التكفل صحيا بالحجاج الجزائريين ببعثة تضم أكثر من 100 عضو من خبراء ومختصين. البعثة فيها متكونة ب 45 شخص، بينهم 23 طبيب و 19 انفيرمي و 3 شوفر. دعمنا الفرقة ب 5 سبيسياليست اون انفيكسيو. عادة ما تكون البعثة الطبية للحج أول الملتحقين بالمطار استعدادا للسفر إلى البقاع المقدسة، وكذا آخر العائدين من الحج، وما بين الذهاب والإياب تكفل طبي كامل خدمة لضيوف الرحمن.